لو كنا 30 40 او حتى 50 لازم نكبر مرتبين وحلوين. من اكثر المشاكل اللي بنسمعها بين كل مراجعين عيادات الجلديه هي حب الشباب، ومش بس للصغار كمان للكبار، على الوجه وعلى الجسم. تعالوا نحكي كيف بصير حب الشباب. بتبلش بزياده الافرازات الدهنيه بالبشره بسبب التغيرات الهرمونيه، التوتر، بعض انواع الادويه وكثير كمان. بعد هيك بتراكم الدهون، بتسكر قنوات الشعر، وهذا بيوفر بيئة مناسبة لتكاثر بكتيريا معينة بتسوي التهاب حبوب الشباب. بتكون عادة على شكل رؤوس بيضاء أو حمراء أو حتى أكياس تحت الجلد. العلاج مش من حكي جارة ولا من خلطات الإنترنت، الحل عند دكتور الجلدية هو الشخص اللي بيقدر يعطيك الطريقة الأنسب لعلاج الحبوب حتى لو بجلسات بالعيادة. وبنهاية حلقتنا ما تنسي تهتمي بنفسيتك وجمالك وتحبي حالك بكل أحوالك.